بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا مستمرة وأشواطنا تستمر في هذه اللحظات. شوطنا أيضا الأول خصص لفية الصعوب، عبارة عن سيف ذهبي مقدم من محمود بن محمد الوهيبي. أشكره على هذا الدعم الكبير والسخي لإحياء تراث الآباء والأجداد. شوط الصعوب لم يسبق له الاشتراك في هذا العالم، عالم الساحر. 1500 متر هي مسافتنا المقررة من قبل اللجنة المنظمة. مباشرة مع المركز الأول مبشر سعيد بن حمد الوهيبي نحو المركز الأول. المركز الثاني من الجانب الآخر، من الجانب الآخر المتدخلة هناك علاج ياسر بن سالم الدويكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث رسالة علي بن خليف المسعودي على المركز الثالث والمركز الرابع. الوصول من زعفرانة سالم بن محمد المالكي، القدوم مع خامس المراكز مهاب حمود بن حمد الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة نحو المركز الأول. أتقدم مع الكل نحو صدارة هذا الشوط، أبحث عن الناموس فتقدم نحو السيف الذهبي، نحو السيف الذهبي. سيف الصعوب يا أخواني، سيف الصعوب يا أخواني. تقدم الدويكي مع المركز الأول، صاحب التوقيت الفية المشتركات في الجعدان مع مناور يقدم لنا علاج. تبي تعالج أيضا، تبي تعالج أيضا هذا الشوط بعرضه الجميل، تبحث مع السيف وتضيف الخنجر مع مناور. وهذا التحدي الجميل، ياسر بن سالم الدويكي يلتزع سيف الصعوب الإبكار. تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل. المركز الثاني مبشر سعيد بن حمد الوهيب، المركز الثالث كانت هناك أيضا الشبابية غالب بن سالم الحميضي. دقيقتين وخمس هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.